صباح الخير لكم مشاهدي الإخبارية السورية، سعد صباحكم. بداية هذا الصباح دائما نقول يا رب كل الفرج وكل الخير، وتكون بداية نهارنا وبداية أسبوعنا يحمل لنا الأخبار الحلوة، يحمل لنا الانفراجات على جميع الأصعدة، ودائما نقول يا رب الرزقة الكريمة، ويكون هيك نهارنا محاط بالناس الإيجابيين، الناس اللي دائما بحبونا بنقلوبهم. دائما خلينا هيك نتوكل على رب العالمين ليكون بداية نهارنا حلوة ونقدر نتفائل بالشيء اللي جاينا. مشوارنا الصباحي بال معكم وكالعادة ضيوفنا من مجالات مختلفة وأخبارنا من المحافظات السورية بتقاريرنا لليوم، ولكن خلونا نروح لفاصل وراجعين. وقبل ما نروح لنستقبل أولى ضيوفنا خلونا نكون بذاكرة الأيام ونشوف أهم التواريخ يلي تسجلت بمثل هذا اليوم. اليوم 10 شباط، كثير من الأحداث مرت بتاريخ هذا اليوم. قراءة سريعة لذاكرة الأيام، مثل اليوم من عام 1863 المخترع الأمريكي كاراني يحصل على براءة اختراع أول جهاز لإطفاء الحرائق بالولايات المتحدة. ومثل اليوم من عام 1931 نيو دلهي أصبحت عاصمة الهند. وبعام 2008 منتخب مصر لكرة القدم بيحصد كأس الأمم الأفريقية 26 المقامة في غانا للمرة السادسة بتاريخه. ومن الشخصيات اللي أبصرت النور بمثل هذا اليوم من عام 1897 جون أندرز، طبيب أمريكي حصل على جائزة نوبل بالطب عام 1954. ومن الشخصيات اللي غيب الموت عن عالمنا بمثل هذا اليوم من عام 1837 ألكسندر بوشكين، شاعر روسي. وبعام 2005 آرثر ميلر، روائي مسرحي أمريكي. أما هلأ خلونا نروح لمعلومات ضمن هذا التقرير لنشوف شو أهم المعلومات اللي حضرونا يا فريق الإعداد لليوم. هل تعلم أن هناك قاعدة تقول أن الشخص الذي يحاول إسعاد الجميع ويساعدهم ويسعى لإخراجهم من الحزن غالباً لا أحد يهتم لحزنه، بحيث يمضي حياته وحيداً مع ألمه في منأى عن الجميع؟ هذا الشخص عادة ما يعيش في تفاوت كبير بين ما يعطيه وبين ما يأخذه. وهل تعلم أن الإنسان كلما نقص كلامه ازداد فعله، بينما في المقابل كلما ازداد كلامه نقص فعله بشكل تلقائي؟ السبب يكمن في كون الإنسان عندما يتحدث كثيراً يقنع عقله الباطني بأنه طبق ما قال حقاً، الأمر الذي يبدد الحماس الضروري لعمله مرة أخرى على أرض الواقع. وهل تعلم أن الأفراد الذين لديهم ضحكة قصيرة ومحدودة هم عادة ما يكونون شديدي العصبية وأنانيين في طبعهم؟ أما الأفراد أصحاب الضحكة العالية فهم يتسمون بطابع العفوية والبساطة، وهذا الأمر يزيد من فرص عيشهم لسنوات طويلة. وأخيراً، هل تعلم أن 60% من البشر سبق لهم أن استيقظوا من النوم وشعروا أنهم غير قادرين على الحركة؟ هذه الظاهرة علمياً تسمى شلل النوم، وتحدث بسبب أن الدماغ يكون في شلل مؤقت أثناء النوم لكي لا يتفاعل الإنسان مع أحلامه، فيستمر الشلل للحظات بعد الاستيقاظ. وأولى فقراتنا لليوم حنفردها للمساحة الطبية. اليوم رح نحكي عن فيروس كورونا، ولكن هالمرة بشكل جديد وبمتحور جديد. رجعنا نسمع بإصابات ضمن الناس وشفنا كتير حالات عند الناس، ولكن اليوم أكيد في فرق كتير كبير بين هذا الفيروس وبين الفيروس اللي مرقنا فيه من قبل كذا سنة. يعني اليوم هذا المتحور له أعراض خاصة فيه، له أسبابه وأكيد له طرق علاجه. هل هو خطير يا ترى؟ هل هو بحاجة أيضا لعزل الناس مثل ما كنا متعودين خلال السنوات الماضية؟ وشو هو الفرق بينه وبين الرشح العادي والزكام؟ كيف نحن قادرين اليوم نميز إذا كنا نحن عن جد فايتين بمرحلة متحور جديد أو هي إنفلونزا عادية ورح تمرق؟ أكيد معلومات كتير مهمة حيخبرنا عنها ضيفنا لليوم، وهو الدكتور مازن قصيباتي، أخصائي بالأمراض الصدرية. سعد صباحك حكيم، وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك حكيم، ودائما هيك أهلا وسهلا، نورت صباحنا. رجعنا هيك من أول وجديد نسمع بكورونا بعد
ما قلنا انه نحن قطعنا منها، ولكن مثل ما خبرتني حضرتك انه هو متحور جديد. بدايه خلينا هيك نعرف الناس بهذا المتحور الجديد. هلا بتعرفي حضرتك اذا بنرجع للاحصائيات في 750 مليون اصابه بالعالم من 2019 الى الان، وصافي تطوير لعزل الفيروس، نعرف هذا الفيروس شو هو. هلا بنقدر نعرف شو هو. في شيء اسمه التنميط، اللي هو الطفرات اللي ممكن تصير على الفيروس. فبلش نسمع بألفا وبيتا وجاما، كلها هي طفرات حبابة خفيفة ما لها نفس مشاكل. العيلة بس نفس العيلة. طلع بعدين طفرة كتير مهمة اسمه أوميكرون. الأوميكرون له ميزتين أساسيتين، أول شيء انتشاره كتير كبير، ورقم اثنين بيصيب الناس اللي انصابت، يعني الأشخاص اللي انصابت بالكورونا يفترض يصير عنده مناعة. هذا لا، هذا بيقدر انه يعني يتجاوز الأجسام المناعية اللي بتتشكل، لكن كان الحالات اللي تصير خفيفة لمتوسطة، يعني أوميكرون ما عمل حالات شديدة جدا. بال 2023 السنة الماضية طلع طفرة جديدة اسمها جن واحد، ما بتختلف كثير عن أوميكرون، نفس الصفات، طفرة خفيفة جدا تشبه الأوميكرون بنفس الصفات الأوميكرون، سريع الانتشار، بيصيب الناس اللي انصابت سابقا وما بيعمل إصابات خطيرة شديدة تحتاج إلى الاستشفاء. وبالتالي الأعراض اللي عم بتصير عند المريض، عم نحكي عن أعراض المتحور. إيه المتحور شو ما كان نوعه. الأعراض الخفيفة هي أعراض نسميها تنفسية علوية، شوية سيلان أنف، وجع بالبلعوم، ممكن يصير بعد فترة تعب، حرارة بسيطة، سعال بسيط. وبالتالي الطبيب بيشوف هيك أعراض بيواجه ثلاث مشاكل أساسية. يا ترى هي كورونا ولا اختلاطات كورونا؟ بتصير حكيم اختلاطات بين الأعراض. لا، الطبيب عنده تحدي قدام هيك أعراض، لأنه مثل ما حضرتك تفضلتي إنه الأعراض ممكن تكون رشح عادي، ممكن تكون شيء تاني. لذلك التشخيص التفريقي دائما بذهن الطبيب، يا ترى هي كورونا ولا التهاب جيوب ولا التهاب أصابات ولا التهاب رئة، ولا هذا مريض عنده هجمة حادة من التهاب أصابات مزمن، ولا عنده نوبة ربو، ولا عنده قصور قلب شديد. وبالتالي التحدي يواجه الطبيب يقدر فعلا يميز بيناتهم. كيف اليوم بيثبت الطبيب انه نحن هو قدام حالة متحور وليس انفلونزا عادية؟ هو اول شيء الاعتماد على الوبائيات، انه في هلا هالوقت في هذا الفيروس منتشر، وبالتشخيص التفريقي في اعراض بتميز بين الامراض المختلفة. التحدي الثاني بيواجه الطبيب انه يا ترى هذا المريض وتتعرض للجريب او كورونا، يا ترى هذا المريض كيف حيتفاعل معه؟ لذلك احنا بنصنف المرضى مرضى مسمين عاليين الخطورة ومرضى متوسطين الخطورة. عاليين الخطورة المرضى الكبار بالسن، عمرهم فوق 65 سنة، عندهم مشاكل مختلفة، عندهم قصور قلب، قصور تنفس، قصور كبد، قصور كلية، بياخدوا علاج كيماوي، عندهم أورام خبيثة، بياخدوا مثبطات مناعة. هدول الناس، المجموعات من الأشخاص وقت بيتعرضوا لفيروس كورونا أو غير كورونا، هدول التعامل معهم بده يكون حذر، لأنه ممكن تصير معهم مثل ما تفضلتي حضرتك اختلاطات. والشغله الثالثه اللي بتواجه الطبيب، ترى هذا المريض نعطيه حبه باراسيتامول ونقول له باي باي على البيت، ولا هذا المريض لازم يدخل على المستشفى. وبالتالي المرضى لازم يكون عندهم وعي امتى لازم حتى عند الطبيب ما يروح، راسا على المشفى يروح. وتصير عنده ضيقه النفس الشديده، يعني المريض ما هو قاعد عنده لهته، عنده تسرع بالتنفس، بلش أكسجينه ينزل. هلأ المرضى صار عندهم كلهم هذا جهاز الأكسجة. وقت بتنزل مش بدي أشرب مي، تفضل تحت التسعين. صحة دكتور. نحن دائما نعرف انه بيتم مراقبه المريض باخذ الاكسجه، يعني ممكن هي الشيء اللي صح ب 90 98 97 لا تحت ال 90 صار وضع خطير جدا. هو الاكسجين الطبيعي لل 94، نعم، فوق ال 94 يعتبر طبيعي، تحت ال 94 ببلش يصير في خطر هون على المريض. بتخوف الدكتور. انا بقول انه امتى المريض لازم يروح عند الطبيب، راسا على الاسعاف، راسا على المستشفى. قلنا ضيق نفس كثير قوي، هو صار عنده ضيق نفس شديده، تمام، نعم. وكيف نعرف انه ضيق نفس؟ ببلش يتسرع تنفسه، او نزلت اكسجته، او اذا صار عنده تخليط ذهني بنسميه احنا كونفيوجن، او تعب ارهاق، او الم صدري، او نزل ضغطه،
هي كلها اعراض بنخاف انه تكون الاصابه بلشت تصيب القلب، وبالتالي المريض لازم مباشره يتوجه بديت النفس الشديده ونقص الاكسجين او اعراض عصبيه راسا او اعراض حتى وعائيه نزل ضغطه على المستشفى. الطبيب الاسعاف قادر على انه يعني يقيم من المريض انه هذا فعلا كورونا يحتاج الى انه يدخل المستشفى ويتعالج او لا، بياخذ دواء وبيطلع على بيته. طيب دكتور، من خلال عملك ومجالك وهي الوضع اللي نحن فيه هلا ونحن عم نقول في اصابات، خلينا بس نطمن الناس، هل في انتشار كثير واسع لهذا المتحور؟ هل اليوم في احصائيات؟ هل في اليوم نسب خطره خلينا نقول؟ والله لقلك شغله، احنا بشوف احيانا بنشوف الميديا بتبالغ اكثر من اللازم. صح، قد تكون المبالغه الهدف منا انه هدول المرضى او الناس بشكل عام تتخذ بعض الاجراءات الوقائيه. نعم. واحيانا المبالغه بتكون غير منطقيه. هالسنه مثل اي سنه، او خلينا نحكي على 2023 مثل اي سنه من السنوات، ما كان في عندنا هالاصابات الخطيره جدا اللي تحتاج لمستشفى. يعني نسبه الناس اللي دخلت للمستشفى مثل ما قلت لحضرتك، الناس اللي هن بالاساس تعبانين، يعني مريض عنده قصور كلي وعم بيغسل كلاوي وصار عنده كورونا او معه مشكله قلبيه، هذا طبيعي انه يتعب يدخل المستشفى. فأنا بقول إنه في مبالغة كتير كبيرة بالحالات اللي احتاجت استشفاء عالمياً وحتى بسوريا. أنا بقول إنه الميديا لها دور إيجابي لحتى توعي الناس، لأنه في إجراءات وقائية لازم يعملها المريض حتى ما لو انصاب بالكورونا بيقدر يكون إصابته شديد يعني خفيفة، وحتى ما ينصاب في إجراءات وقائية أنا بشوف إنه ضروري تكون موجودة عند الناس كلها، تفهم الناس وتلتزم فيها. يمكن شوي يعني صار عندنا ثقافه من السنوات الماضيه بعدم انتقال العدوى، كونه عم نحكي اليوم عن الامر الوقائي اليوم كثير مهم. نحن ايضا نعرف الناس اليوم كيف قدرنا نحن هذا الفيروس ما ينتقل لنا، هل هو معدي؟ يعني نحن بنعرف كورونا بالسنوات الماضيه كان على النفس، كان على اللمس، يعني كنا نعقم كل شيء حوالينا. اليوم شو بيفرق هذا المتحور عن السنوات الماضيه؟ نفس الكلام حضرتك عم تتفضلي فيه، ما بيفرق نهائيا عن اي متحور قديم. العدوى من شخص لشخص مثل ما قلتي حضرتك، وخاصة الأماكن المغلقة. نعم. يعني الأشخاص اللي بيتواجدوا بمكان مغلق وفي بيناتهم واحد مثلا عنده مشكلة أو عنده كورونا، هذا حينقل العدوى عن طريق الهواء. لذلك أنا بقول أنه مثلا المساجد، الكنائس، الأسواق، التجمعات اللي فيها ناس مكتظة، لازم الشخص الطبيعي يلتزم بوسائل الوقاية الفردية حتى يخفف احتمالية العدوى. لكن طيب، بس للعدوى نفس الطريق، هو الطريق التنفسي مثل ما حضرتك تفضلتي، الأشياء اللي صار فيها عليها مفرزات المريض مثل اللمس، هي ممكن تعمل عدوى. طيب حكيم، كنا نعرف نحن أنه في مدة احتضان للفيروس بجسم الإنسان لحتى يقدر يعدي، اليوم عم نحاول نحن نفرق بين المتحور الجديد وكورونا الأساسية. اليوم إذا بدنا نحكي عن أيام الاحتضان ومدة الاستشفاء، فترة الحضانة ما اختلفت نفسها، يعني أنت عم تحكي من 5 أيام لسبعة أيام فترة الحضانة لحتى تظهر الأعراض بشكل صحيح. ومثل ما قلنا أنه المستشفى للناس اللي صار عندهم شيء بنسميه عسرة تنفسية، يعني عدم القدرة على التنفس، معناتها الأكسجين نزل. إذا الأكسجين نزل ما في صيدلي، ما في حب اسمه حب أكسجين، هذا مريض لازم يدخل مستشفى ينعطى أكسجين، ينعطى سوائل إذا كان ضغطه نازل. في علاجات موجودة بسوريا للناس، علاج ضد كورونا وإحنا طبقناه بشكل واسع بسوريا للناس اللي هن بيحتاجوا إلى مستشفى. الناس اللي ما بيحتاجوا مستشفى، العلاجات علاجات بسيطة جدا. خلينا هيك نفسر أكثر بموضوع العلاجات، يعني اليوم حضرتك كطبيب حالي كيف اليوم علاجيا تمشي بالخطة؟ المستشفى لها وضع خاص، العلاج بالمستشفى فيه لها أدوية خاصة، في أدوية وريدية بتنعطى، هي الأدوية بتقتل الفيروس إذا كان فعلا المريض بحاجة لمستشفى. العلاجات إذا كانت الحالات خفيفة ومتوسطة هي علاجات عرضية، حرارته عالية بنعطيه خافض حرارة، عنده آلام بجسمه بنعطيه. اللجوء للمضادات الحيوية كثير قليل، وهي فعلا تحدي للطبيب انه يا ترى هذا المريض بده دواء التهاب ولا. احنا عم نتعامل مع فيروس، ما عم نتعامل مع جرثوم، ما عم نتعامل مع بكتيريا. في اخطاء كثير شائعة عند الناس انه رأسا بياخذ مضادات حيوية وهي الإصابة فيروسية.
الإشكالية وتبياخد مضاد حيوي. بس هذا كان شائع حكيم بالمرحلة الأولى، يعني أزيثروميسين يعني انقطع لأنه الناس راحت باتجاهه بشكل كتير كبير. لأنه ما في ثقافة، ما في وعي عند الناس إنه هي إصابة فيروسية لا تحتاج إلى مضاد حيوي، بالعكس. واللجوء للكورتيزون واللجوء ل يعني في كان مبالغة للناس من خوفهم من هذا الموضوع إنه يأخذوا علاجات لوحدهم، أو أحياناً بعض الإخوان الصيادلة أو حتى بعض الأطباء كان في مبالغة بعلاج الحالات التي لا تحتاج إلى مستشفى. أنا بقول بكل بساطة الحالات اللي بتحتاج التي لا تحتاج إلى مستشفى وهي الحالات الأوسع، يعني فيني أقول لك 80% من حالات كورونا ما بدها مستشفى. هيك عم نطمن حكيم اليوم إنه نحن بمرحلة ما كتير خطيرة. لا. يمكن كانت فوبيا الخوف بالمرحلة الأولى هي العامل النفسي السيء جدا بموضوع الكورونا، يعني كانت الناس تفكر انه هي رايحه على الموت بشكل مباشر. اليوم في عزل، هل اليوم في بعض الحالات بحاجه لعزل خاص؟ لا، موضوع العزل صار بالحد الادنى، لكن انا بقول انه الشخص اللي عنده اصابه فيروسيه كورونا او غير كورونا مو غلط ابدا يقعد بالبيت 3-4 ايام لحتى يرتاح وياخذ اجازه. ما بعتقد اي طبيب بالعالم تابع لمؤسسه حكوميه او خاصه او اي مكان بيمنع او انه يعطي اجازه مرضيه لهذا المريض. هلا العزل اللي كنا احنا نستخدمه من السنوات الماضيه تقريبا شبه التغى صحيح. لانه الفيروس موجود منتشر بشكل كثير كبير والناس عندها مناعه، يعني اللقاح عمل مناعه، العدوى من شخص الى شخص عملت مناعه، يعني احيانا ممكن انا انصاب انعدى بس ما تظهر عندي اعراض، جسمي مناعتي بتبلش تعمل وقايه، فما عاد في خوف من الفيروس ابدا ابدا ابدا. لكن الناس اللي انصابت يازل حاله بالبيت، يعني مو احنا بالرشح العادي بنقول ما كثير يكون في يعني الناس تقرب من بعضها، هي بالانفلونزا العادي بتلاقي يعني بتلاقي شخص عم بيسعل وتعبان، بتلاقي بيروح على السوق، بيروح على الكنيسه، بيروح على الجامع، يا اخي ما عاد شيء يصلي ببيتك، ما في مشكله. يمكن كمامه، يمكن هيك شغلات وقائيه المعقمات، يعني عادي. يعني اليوم كمان احنا قدام فيروس. دكتور اليوم وقت بنقول حالات خطيره، اليوم عم نحكي يمكن عن اشخاص هن بالاصل عندهم مشاكل بالضبط صحيه، بالضبط. يعني عندنا مرض الضغط مثل ما ذكرت حضرتك، الامراض القلبيه، الاورام الخبيثه اللي عندهم، زلات تنفسيه ان كان بالرئه او بالكلى، وشفنا يعني معظم الحالات اللي وصلت لموضوع الوفاة صار عندها مشكلة بالرئة يعني وامتدت. يعني خلينا نذكر هدول الحالات، يعني هدول انه كثير مفروض يكونوا حذرين هاي الفترة. الناس اللي احنا سميناهم عاليين الخطورة، يعني المرضى اللي عنده قصور قلب، قصور كلية، قصور تنفسي، المرضى اللي بياخذوا كورتيزون لأمراض مزمنة، مثلا سيدة عندها التهاب مفاصل رسياني روماتيزم والطبيب كاتب لها علاج للكورتيزون لفترة طويلة، الكورتيزون لفترات طويلة ممكن يثبت المناعة، وبالتالي هدول المرضى أصلاً اللي بيدافع عن الجسم ضد فيروس كورونا وغير فيروس كورونا هو المناعة، هو الجهاز المناعي. فإذا أنا بالأساس عم باخد أدوية تأثر على المناعة، تخفض المناعة، وبالتالي فأنا ما عاد عندي مناعة، فأي فيروس بيجيني ممكن يتفاقم ويعمل عندي اختلاطات. صحيح. الناس اللي خاضعين للعلاج الكيماوي هدول ناس كثير بيخوفوا. شو اكثر شيء خطوره العلاج الكيماوي يعني مناعيا؟ بينزل عم بينزل يعني بكل بساطه بدون ما ندخل تفاصيل معقده، بينزل الكريات البيض. اذا نزلت الكريات البيض معناتها الاصابه تحولت من فيروسيه لجرثوميه، وبالتالي ممكن المريض يكون حالته خطره يحتاج الى مستشفى، تمتد بالجسم. بالضبط. لذلك انا بقول للناس المريض اللي عنده سكر بياخذ انسولين هذا مناعته كمان بتكون منخفضه، اللي بياخذ مثبطات مناعه بالاساس، اللي بياخذ علاج كيماوي، هدول كل المجموعات المرضى هدول مرضى وقت بيصير عندهم اصابه فيروسيه، يعني بتبلش القصه بقريب، هذا كثير لازم يكون عنده وعي انه انتبه قد تتطور القصه، بتراجع طبيبك بسرعه وبتلتزم بالتعليمات لانه ممكن بكل بساطه تكون اصابه خفيفه وتصير اصابه شديده تحتاج الى استشفاء. طيب دكتور اليوم مع انه هيك خصينا الاعمار الكبيره وخصينا الاشخاص اللي عندهم امراض خطيره، اليوم كمان الاطفال لهم حصه، هل اليوم الاطفال معرضين للاصابه مثلهم مثل الكبار او لا؟ يعني ممكن يكون غير الطفل هالكائن الجميل يمكن مناعته قوى بتكون رغم انه في غرابه انه الاطفال، الدراسات على الاطفال انه ممكن يكونوا حاملين للفيروس وغير مصابين. لذلك لاحظوا بالحضانات بتلاقي الانسات اللي هن بيرعوا الاطفال، نعم، هن بينصابوا
الطفل بتلاقيه عم بيلعب بكامل نشاطه، ناقل للعدوى، ناقل للعدوى بس يعني بشكل كثير. والفيروسات الكورونا او غير كورونا بتلاقيها موجوده بانفه وبلعومه وبيلعب يعني بكامل نشاطه وحيويته الطفل. الله يحميهم. أيوة. لكن بيادي مين؟ بيادي الاشخاص الكبار. بيادي الاشخاص الكبار، هي نقطه. النقطه الثانيه، الاطفال غير ما اصابات كورونا فيها خفيفه، الا نفس الكلام اللي عم نحكيه على الكبار بنحكيه على الاطفال. الاطفال اللي عندهم مشاكل صحيه مزمنه، مثلا طفل عم ياخذ انسولين معه سكر، طفل عنده لمفوما هو مرض خبيث عم بياخذ علاج كيماوي، نعم. طفل عنده مشاكل قلبيه خلقيه، عنده فتحه بين الاذين اليمنى واليسرى او البطين الايمن او البطين الايسر، هدول كلهم الاطفال، او عنده مشكله عصبيه، عنده شلل، عنده حسد عضلي، هدول الاطفال عاليين الخطوره. وقت بينصابوا بالفيروس كمان بنخاف عليهم، لانه ممكن بكل بساطه يحتاجوا الى مستشفى. طيب دكتور، طالما نحن اليوم عم نحكي عن فيروس متعلق جدا بمناعة أجسامنا، فيمكن وقائيا الأفضل نروح لرفع هي المناعة. هلأ اليوم خلينا نحكي بداية عن اللقاحات. الناس كانت كتير متخوفة بالسنوات السابقة أنه اللي عم ياخذ لقاح، يعني اليوم كلنا هذا حديث الشارع كان انه عم يروح، والسوشيال ميديا كمان انه ممكن تسبب للوفاه. الناس اللي اخذت اللقاح بتقول لك انا كثير تعبت وكاني دخلت بمرحله قريب اخرى. اليوم خلينا نحكي، هل هذا المتحور الجديد له لقاحات؟ وليش الناس اليوم ممكن تحذر من اخذه؟ هلا احنا بنرجع دائما المرجعيه الاساسيه تبعنا منظمه الصحه العالميه والمراكز الصحيه مثل CDC المهمه بالعالم اللي بتتابع هيك مشاكل. اللقاح انا برايي ضروري، وضروري جدا جدا جدا، ويتاخذ كل سنه لقاح الكورونا بالاضافه للقاح الانفلونزا، كثير مهم لقاح الانفلونزا. كل لقاحين بياخذ لقاحين الشخص ببدايه الخريف، يعني احنا عندنا بسوريا الخريف بايلول تقريبا. كل شيء بنحكى على اللقاحات صح وغلط. كيف يعني صح وغلط؟ يعني ما في شيء بالدنيا ما بيعمل تأثيرات جانبية. صحيح. يعني أنا إذا باكل أكثر من طاقتي يصير عندي وجع ببطني، ممكن يصير عندي إسهال، وهو أكل طعم يعني ما له دواء. اليوم نحن عم نحكي عن يعني لقاح عالمي طبعا، بس الناس تخوفت شوي حكي من القصة، لأنه 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 في ميديا في 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 ميديا عم تعطي يعني عم تركز على الجانب السلبي. يعني انا معناتها اذا مريض عنده مرض خبيث لازم ما اعطي علاج كيماوي، لانه علاج كيماوي بيعمل اختلاطات بتركه يموت. يعني ما في شيء سليم 100%. انا ضربت لحضرتك موضوع الاكل، اذا واحد بياكل كثير بصير سمين، بصير مريض تماما، هو الاكل. ففي مبالغه بالتاثيرات الجانبيه للقاح، لا شك له تاثيرات لكنها مقبوله، ما هي تاثيرات خطيره. فانا بركز وبشده على موضوع اللقاح، مع انه في ناس ضد هذا الموضوع، لانه هالحكي ما عم يجيبه من عندي، هي تعليمات منظمه الصحه العالميه. الشغله الثانيه، وسائل الوقايه الفرديه كثير مهمه، الكمامه كثير مهمه تنحط على الوش بالاماكن المغلقه. يعني انا بشوف احيانا منظر مضحك، تلاقي واحد ماشي بالطريق حاطط كمامه، يعني هذا منظر يعني غير مقبول وما حيستفيد شيء. يعني هو ليش حكي غير مقبول؟ لانه ما حي عن طريق الهواء مكان مفتوح ما بتصير في عدوى، والشمس بتقتل. بس انهم هيك قالوا يعني خلوا الكمام، يعني كمان هي وصلت الكمامات بالمكان المغلق. هلا انا هون قاعد بالاستديو ما ححط كمامتي، هي ما ححطها هون، تمام؟ ليش؟ لانه احنا بمكان مفتوح، عفوا يعني انا خذ راحتك، لكن بمكان مغلق تماما لازم احط كمامتي. انا قاعد عم بنتظر فيزا لحتى اسافر بغرفه صغيره، ادفع فاتوره طالع بالمواصلات. بالضبط. الشغله الثانيه المهمه جدا 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 جدا، هاند واشينج، غسيل الايد 20 ثانيه. يعني هي شغله كثير بسيطه، يمكن سوريا يمكن اكثر دوله بالعالم بتصنع صابون، فيها صابون. ويمكن من باب النكته حكيم انه بوقت كورونا قالوا انه اليوم السوريين عم يجابهوا الكورونا بالصابون. لا بالصابون، لانه هي حقيقه يعني كانت انه احنا عندنا صناعه الصابون، صناعه قديمه ومنتشره، والصابون موجود بكل اشكاله. فانا بقول انه نغسل ايدينا قبل ما ناكل، معلش مو غلط، وبعد ما ناكل يعني ما ناكل شغلي ابدا ابدا بدون ما نغسل ايدينا. فاذا هي شغله كثير مهمه، الكمامه اللي حكيت عليها، غسيل الايدين، تجنب الاماكن المغلقه. ما اذا كنت انا المعقمات او 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 الـ او الـ او الهاند، يعني غسيل الايدين شو ما كان، الصابون احسن شيء وارخص شيء. اذا انا مريض اقعد ببيتي، شغله كثير مهمه،
أخذ اللقاح. في شغلة كتير كتير مهمة، مجرد ما ظهر عندي أعراض ما استهتر بالموضوع إنه تتطور الأعراض، وهذا جزء من الوقاية. أنت عندك بلشت أعراض وبتعرف حالك مريض عاية الخطورة، عندك سكري، عندك ضغط، عندك مشكلة بالقلب، لا 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 روح فورا. إيه يعني بسرعة انتبه إنه هاي الأعراض ممكن تتطور. دكتور، لأنه نحن متعودين تركوه ياخذ وقته، يعني هاي جملة شائعة من الصغار انه رشح قريب بده وقته، خلاص خدي شوية فيتامينات شوية مواد طبيعية، فيمكن هاي الجملة رسخت بذاكرتنا، كبرنا عليها انه بده فترة حتى يطلع من الجسم. فنحن اليوم يعني نصيحة كتير مهمة انه خاصة الناس اللي عندهم امراض عالية الخطورة، ولكن حكيم اليوم اذا بدنا نروح للامور الطبيعية برفع المناعة، نحن اليوم مناعتنا بدل ما ناخذها من هذا اللقاح ومن العوامل الوقائية، خلينا نرفع اليوم بالمواد الطبيعية، شو اهم اليوم الاغذية اللي ممكن ترفع المناعة بجسم الإنسان؟ يعني لقلك شغلة، في مبالغة كتير كبيرة بقضية الأغذية وقضية الفيتامينات والمتممات الغذائية. أنا بقول فيها مبالغة. هلأ أنا ما عندي مانع أخذ متمم غذائي، لكن لا ما أتوقع أنه هذا المتمم حيرفع لي مناعة. المناعة بكل بساطة اللقاح 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 رقم واحد. رقم اثنين، يعني اليوم الدكتور مصر على موضوع اللقاح. أي طبعا، اي مو هذا الكلام انا ما عم جيبه من عندي، يعني هذا موجود بالمرجعيات الطبيه، الناس اللي بتعرف تتابع هذا الموضوع بشكل دقيق بفوتوا على منظمه الصحه العالميه، على السي دي سي، على المنظمات العالميه. اللقاح بغض النظر بيعمل تاثيرات ولا ما بيعمل تاثيرات. لكس دكتور كثير ايجابيه اليوم النقطه اللي عم تحكي فيها، لانه نحن الكثير مهم نحن نعمم هي الايجابيه، نمحي المخاوف اللي صارت عند الناس من موضوع اللقاح. دكتور باقل من 30 ثانيه بعنوان للفقره لليوم، شو بتحب تقول للناس؟ بحب اقول للناس سوريا بخير، احنا بخير برغم من ظروفنا الصعبه، اطبائنا بخير، مرضانا بخير. كورونا هالسنة مثل أي سنة، ما بتختلف عنا، في مبالغة أنه يا لطيف شيء خطير، وأنا بتصور أنه بلش هلا كتير الحالات تخف، لأنه إحنا فايتين على الربيع بنهاية الشتاء. نعم. فنطمئن إن شاء الله. نعم. نتغذى بشكل جيد إن شاء الله حكيم، ونحط كمامة وقت منفوت على شكرا حكيم. شكرا دكتور مازن لحضورك لليوم، بالصحة والسلامة للجميع، يعطيك ألف عافية، تحية كل الكوادر الطبية اللي عم شغلوا. دائما نحن بنقول ظروف استثنائية بهي الظروف العامة يعني بالبلد. شكرا حكيم، شكرا للاستضافة. أهلا وسهلا. نحن مكملين بباقي فقراتنا الصباحية، ولكن كالعادة وكل نهار سبت نحن بنروح للمتنبئ الجوي حسان الجردي لنعرف كيف حيكون طقسنا بباقي الأسبوع. بلشنا نشعر بارتفاع لدرجات الحرارة بعد ما هيك مرة أسبوع كان كتير برد. استاذ حسان يسعد صباحك. صباح الخير، يسعد صباحك يا هلا. يسعد صباحك، خبرنا نحن كونه ببدايه هذا الاسبوع كيف حيكون طقسنا بباقي الايام، هل حنكون على موعد جديد مع منخفضات امطار؟ هلا بدايه صباح الخير من جديد لإليك، للاخباريه السوريه، لزميلتك، لكادره العمل. بشكل عام نحن بدايه هيدا الاسبوع والاستقرار الجوي هو سيد الموقف حتى منتصف هيدا الاسبوع. بلشت الاجواء تستقر من الايام الاخيره بالاسبوع الماضي، والحرارات كان فيها ارتفاع، ولكن ليله امبارح بالليل كان في منخفض كثير ضعيف وبسيط اثر على المنطقه الساحليه واجزاء من الشمال والجزيره. هذا المنخفض سريع ما بتجاوز 36 ساعه، بلش امبارح بالليل بتخلص اليوم عند ساعات المساء، ادى الى هطولات بمحافظه اللاذقيه بمطار الشهيد باسل الاسد 1 ملم، بالقرداحه 4 ملم، بكسر 8، بالرقه 6 بالعشرة ملم، بدل الابيض 2.5 ملم، هطولاته عشوائيه وكانت محدوده بهذه المناطق تحديدا. بشكل عام نحن عم نتاثر لسنا بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي عم يترافق بتيارات جنوبيه غربيه بطبقات الجو العليا، الاستقرار هو سيد الموقف رغم هيدي حاله عدم الاستقرار الضعيف اللي تاثرنا فيها امبارح، بس بترجع الاجواء بتستقر من الصبح باغلب المناطق، والحرارات اليوم بتنخفض في صد الله اعلى من المعدل من 2 ل 4 درجات مئويه، الاجواء بشكل عام بين الصحوه والغائمه جزئيا، مع فرصه لهطل سخات عشوائيه من المطر بالمرتفعات الساحليه اجزاء من المنطقه الجنوبيه والجزيره. خلال ساعات الليل الاجواء بارده باغلب المناطق، كما يحذر من تشكل الضباب تمام بالمنطقة الوسطى، أجزاء من المنطقة الجنوبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر، والرياح شرقية لجنوبية شرقية بين الخفيف والمعتدلة مع هبات نشطة بتتجاوز سرعة الهبات ببعض الأحيان 60 كيلومتر بالساعة تحديدا يوم الاثنين بالمنطقة الوسطى والساحلية. تستمر معنا هيدي الأجواء حتى يوم الثلاثاء بالليل، يوم الثلاثاء بالليل تتغير الأجواء، نحن عم موعد مع منخفض ببلش الثلاثة بالليل من الساحل،
السوري بيمتد الهطل خلال ساعات الليل والصباح الباكر ليتحول يوم الأربعاء والخميس الأجواء إلى أجواء غائمة ماطرة على فترات بأغلب المناطق، والحرارات بتنخفض بس بتضل حول المعدل أو أعلى من المعدل قليل لمثل هذه الفترة من السنة. بشكل عام يعني حالة استقرار هي معنى الانهار الثلاثة، من الثلاثة بالليل تزداد كمية الغيوم وتبلش المنخفض متأثر فيه وبيستمر معنا حتى مطلع الأسبوع القادم، والرياح عم تكون بنهاية الأسبوع شرقية لجنوبية شرقية، بس الأربعاء والخميس بتكون غربية لجنوبية غربية بالخفيفة مع هبات نشطة تتجاوز الهبات ل 65 كيلومتر بالساعة يوم الأربعاء، خاصة بالمناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية والجزيرة. والبحر لليوم عم يكون خفيف ارتفاع الموج، ودرجة حرارة مياه البحر عم تكون هي 19 درجة مئوية. درجات الحرارة المتوقعة بدأ من العاصمة دمشق لليوم 16-4 القنيطرة، 14-2 القنيطرة، المرتفعات الجبلية 10-0، درعا 16-5 السويداء، 15-4 المنطقة الوسطى حمص وحماة، 15-5 بالحسكة، 16-5 الساحل السوري اللاذقية وطرطوس، 21-12 بالشمال حلب وإدلب، 16-5 دير الزور الرقة البوكمال المنطقة الشرقية، 16-5 وأخيرا بالبادية السورية مدينة تدمر 16-4. إن شاء الله أمطار خير ورحمة لبلدنا الحبيب سوريا، الاستقرار حتى منتصف الأسبوع والمنخفض ببلش من الثلاثة بالليل بيستمر معنا حتى مطلع الأسبوع القادم بإذن الله. نعم أستاذ حسان، بدنا نشكرك على كل المعلومات اللي ذكرتها، ودائما نحن بنقول الله يبعث الخير ووردا وسلاما على سوريا الحبيبة. شكرا لك المتنبي الجوي حسان الجردي. نحن مكملين بباقي فقراتنا الصباحية، وصلنا لفقرة هيك تحمل كثير من الجمال، تحمل كثير من الطبيعة. وقت بنقول طبيعة وجمال فنحن اليوم عم نحكي عن مستحضرات طبيعية 100%. اليوم ضيفتنا هيك سيدة بلشت هذا المشروع الصغير، خلينا نقول هو كان مشروع صغير ليكون هو باب رزق، وهو مشروع لحتى تمشي أمور الحياة ضمن الظروف اللي عم نعيشها، ولكن أيضا كان هو ميول إبداعي عندها اليوم ونجحت. اليوم عم نحكي عن الصابون، عم نحكي عن السكراب، وعم نحكي عن قصص من مواد طبيعية. ما حنطول، حنروح فورا لضيفتنا نعرف منها أكثر اليوم كيف كانت رحلة التعلم، كيف تعلمت، شو هي أهم الصعوبات اللي عم تعاني منها ضمن العمل، وهل اليوم هذا المشروع هو ناجح، شو هي أهم النصائح لكل حدا اليوم حابب يبلش هذا المشروع. وضيفتنا لليوم هي مها مهنا، خبيرة مستحضرات تجميل طبيعي. يسعد صباحك يا صباح مها. النور. اهلا وسهلا، كيفك؟ اهلا وسهلا فيك. يا هلا ما هيك، خلينا كونه نحن عم نحكي عن مواد طبيعيه وعم نحكي عن شيء من الطبيعه، واليوم كثير عندنا ثقه نحن بهي القصه، يعني رجعنا للطبيعه مثل ما بنقول. اليوم اي منتج بنشوفه وقت بنشوف انه هو مستحضرات طبيعيه عم نحبه اكثر. بدايه خلينا نحكي عنك معها عن هذا المشروع، كيف بلشتي فيه؟ صراحة المشروع إجا هو مشروع مستحضرات تجميل طبيعية، مثل ما قلت نحن إنه ثقة كثير بالطبيعة، فلهيك لجأت لهذا الموضوع. يعني في كثير مواد بالطبيعة بتخدمنا بهذا الموضوع، فحبيت إنه وأنا ميول كثير قوي بهذا الموضوع التجميل والبشرة وهيك، فحبيت إني ابتكر هذا المشروع وقوي حالي فيه. أنت شو شغلك الأساسي كان؟ حلاقة وتجميل بنفس الإطار، بس حبيت مجال التجميل أكثر، فلهيك حبيت أتوسع فيه أكثر وفوت بمجال الطبيعة لطلع هدول المستحضرات اللي بتخدمنا يعني كصبايا وكسيدات. طيب ما هاليوم إحنا أي حدا فينا بيكون عنده حب للشيء، ميول لمهنة معينة، ولكن دائما نحن بحاجة لصقل مهارات، صقل كورسات نحن نقدر نتعلم من خلالها نحن شو هو الصح وشو هو الغلط. صح. ولكن اليوم رحتي انتي للكورسات، قلتي لي كان عندك دورات اونلاين، عملتي كورسات اونلاين بمصر والمغرب. شو عطوكي هدول الكورسات مها؟ شو اضافوا لك للشيء اللي انتي حابب تشتغلي فيه؟ بصراحة كتير كتير، يعني أخذت معلومات عن الأعشاب أكثر، تعقمت يعني كتير، تغمقت بموضوع المستحضرات إنه كيف تركبها، وخاصة إنه هن من بلد غير، تعرفت كتير أفكار حلوة وجديدة يعني، ومنه قويت حالي كأني فوت بالمجال أكثر. يمكن المغرب كتير عندهم كتير قوة بهذا الموضوع، كتير فكتير كان عندهم معلومات كتير حلوة عن الأعشاب، وحتى كانوا يضيفوا لي يعني أعشاب جديدة أنا ما كنت أسمع فيها، بس إنه زادت لي أكثر خبرتي. وبمصر كمان أخذت كتير كورسات حلوة وكمان كتير زادت لي من خبرتي. قد إيه كان مدة الكورس مها؟ هلا كل كورس 7 شهور. 7 شهور. اليوم يمكن حتى الكورسات الأونلاين صار فيها شهادات، يعني اليوم أنت عم تحصلي على شهادة خبيرة مستحضرات تجميل طبيعي، وهذا الشيء لحاله يمكن سي في لحضرتك فيما طبعاً بعد. طبعاً. طيب مها نحن عم ندردش، خلينا هيك نستعرض شوي من شغل مها. تمام. أنا رح أبلش أنا وياك اليوم عم نحكي عن الصابون. هلا هون عنا صابون هذا ريحته كتير حلوة، ما فينا نوصل. صابون البان، صابون بذر الكتان.
حلو. هذا مهم جدا بدعم البشره للتجاعيد. كثير بيعطي نضاره وبيحارب التجاعيد بطريقه فظيعه. فهون بالصابون بيكون في البذره والخلاصه نفسها. حتى يعني الكاميرا اذا اخذتها عم نشوف نحن بذره الكتان موجوده بالواجهه تبعت الصابون تماما. فانا كل الصابون عندي بيتضمن على الزيت والخلاصه والعشبه نفسها، يعني مدعم من كل الجهات بحيث انه تاخذي الفائده التامه منه. طيب هدول المنتجات الحلوين. نرجع للطبيعه، انا كثير حبيت موديل هي الصابونه، يعني انت كانك اخذه ليفه الحمام القديمه، يمكن اذا تذكرتوها هي كانت تنزرع بتنزرع زراعه. تمام. فاليوم حتى ما يعني دامجه الطبيعه مع الحمام الكامل يعني. خلينا نحكي عن نوع هي الصابونه. هلا هي الصابونه اجتني فكرتها، هو اخذتها من كورسات المغرب، كانت كثير حلوه انه هو ندخل الليف الزراعي والصناعي بصابون زيت الزيتون. يعني هيك انت وعم تتحممي بتستغلي الوقت، الليفه والصابونه مع بعض، وبنفس الوقت بتشيل كل السطح والخلايا الميته على الجسم. فكتير فوائدها حلوه، وفيها نسبه زيت زيتون كتير حلوه بترطيب الجسم. وحتى كفكره مثل ما قلتي هي فكره غريبه انه تكون الليفه والصابونه مع بعض. طيب اليوم احنا هاي الصابونه بتستخدم للجسم او الوجه؟ للجسم بس، لانه بتعمل تخريج. تمام. بدي اقول لك يعني فهذا الليف كثير. فهو هاي بس للجسم. اليوم شو اهم الاضافات اللي اضافوا لك اياها بموضوع خلينا نقول غير البابونج غير الذكر اللبان، شو اهم هيك الاسماء اللي ما كنتي تعرفيها؟ هلا اهم ما كان في اعشاب خلينا نقول طبيعيه، يعني انه هي ما هلا مثل فكره هاي الصابونه اخذتها منهم. كمان هون مدخلين القهوه، صابونة القهوة هاي خلونا ناخذها لو سمحتوا. صابونة كتير حلوة كمان هاي للبشرة وللجسم. تفتيح ونضارة، لأنه القهوة بنعرف قديش لها فوائد حلوة. طيب أنت اليوم كيف مدخلي مع هالقهوة عليها؟ يعني كمان الناس بتوقف شوي إنه كيف؟ لا نحن بنعالج في بن، لما بنجيبه طبعا نخليه بالتعقيم أول شيء. ايه وممكن نضيفه أنا أجيبه وأطحنه وحطه، ما بشتري إنه مطحون جاهز. هون بيعطيك الفائدة أكثر، بتطلع منه الزيوت أكثر، خلاصته بتكون أقوى. حتى نحن بنعرف يعني طبيعيا وقت خلينا نقولها هيك بالعامية، وقت بنكون عم نشرب قهوة إنه لا تكبوا الطحل تبع القهوة. حطوا ماسك. التفل مثل ما بدك يا حالات، التفل تبع القهوة لأنه كثير منيح للبشرة. كثير مدعم بفوائد بتاخذ العقل. هلا شوفي هي القطعة بس كأنه بلشت تدوب يعني بعد شوي. هي على حرارة الجو، لأنه لسه أنا هلا هذا الصابون زيت الزيتون بياخذ معي وقت كثير بالتنشيف. فهي لسه بدها من 4 أسابيع لـ5 أسابيع لحتى تنشف تماما. بس انا مشان حب اعرضها، هي فكره صابونه البابونج. مشان حبيت اورجيكم اياها. اما هو صابون الزيتون كثير بياكل معي وقت. خلينا نحن استعرضنا الصابونات، حنروح لي هلا السكرابات، ولكن يوم اذا نحن بدنا نشتغل هي الصابونه، شو هي المراحل العمل اللي بتمرق فيها؟ تمام. هلا عندنا نوعين للصابون، صابون على البارد والصابون الزيت الزيتون. هلا صابون الزيت الزيتون زيت زيتون على البارد السخن. على السخن. اوكي. فهذا بياخذ كثير وقت بالتنشيف، بده من 4 لـ6 أسابيع. اما البارد ممكن يصير بنفس اليوم، يعني انه طبخه وساويه بنفس اليوم. اعطينا مراحل يعني. ما معلش خلينا هيك نوضح، يعني بتسكبي شو بتعملي بالضبط لتعملي هذا القالب؟ صابون زيت الزيتون بنستعمل زيت الزيتون الصافي طبعا. بنحط مواد تساعدنا على التصبين. بتحطيهم بوعاء على النار. تمام. اوكي. وبنخليهم بنطبخهم. وبنساعدهم بقى، انا بضيف في الخلاصات اللي بكون عاملتها. هي الخلاصات بدها تكون مخمره من 40 لـ90 يوم حسب كل خلاصه. نعم. بضيف عليها الخلاصه وبعدين بسكبها بقوالب خشب وسيليكون. كيف تنشاف؟ بدها من 4 لـ7 بالجو العادي. الجو العادي يعني بس بدها يعني وقت طويل. ممكن شيء يخرب لعمليه الطبخ المواد؟ يعني ممكن طبعا حراره عاليه، زيادة بنسب الزيت، بدنا نكون كتير حريصين من هذا الموضوع، يعني بده يكون في نسب معينة نحطها لحتى نحن نحصل على قوام وصابونة مثالية 100%. طيب بعد ما تخلص الطبخة وتنشف القوالب ويصير اليوم الصابونات جاهزين، اليوم في طريقة للاحتفاظ أو لا؟ أنا عم سكر لك ملف الصابون، بدي أنت اللي شيطاني. طبعا تفضل. في شيء طريقة أنه نحن نحتفظ فيها أو لا خلص عادي مثل أي صابون عادي؟ لا لا مثل أي صابون عادي. وبس أنا لما أنه بدي سوقها أو هي فحاططها بعلب خاصة مغلفة تماما مشان ما تتعرض للهواء ولا الجراثيم. يعني حتى اليوم ما
تستخدمي الشنطة كمان يعني هيك يراجع للطبيعة فيه؟ طبعاً هذا كمان بياخد معي وقت لأنه أنا بشتغلهم كمان على إيدي، بحب أنه ميز القطعة. برافو. بحب أني ميز القطعة يعني. وتعطي شكل حلو يعني التميز كمان حلو كتير حلوة عطية يعني هيك شيء قديم حلو. طيب ما خلينا نروح للسكرابات، واليوم يعني هو حديث البنات هدول القصص. بيقولوا انه كثير انا ما بعرف يعني ما فيني فيدك بهدول القصص اليوم اللي فادي عندك. يعني هذا السكراب الصبايا بيستخدموا، حتى الشباب اليوم عم يستخدموا يعني اكيد اللي عندهم حالات حساسيه بوجههم، اللي عندهم حبوب، اللي عندهم كذا الى اخره، اليوم عم يروحوا لها. هلا هذا من النظره الاولى نحن عم نشوف انه هو عسل. تماما. خلينا نحكي عنه. هلا هذا شو هو هذا السكراب ولا شو بيستخدموا وكيف طريقه التصنيع؟ تماما. السكراب هو داخل له مواد نقول زيتيه بيستعمل، لازم كل صبية وكل سيدة تفوتوا بروتين الجمالي اليوم يعني بالأسبوع مرة، لأنه كتير له فوائد حلوة، مدعم كتير بالزيوت الطبيعية، بيعمل على تقشير الطبقة السطحية اللي نحن طول الأسبوع متراكم عليها الجلد، المكياجات، الغبارات وإلى آخره. فكتير حلو أنه تعملي يوم بالأسبوع سكراب وأنك تتخلصي من كل هاي الطبقة الخارجية. وطبعا مثل ما شفتي يعني انا مفوت العسل ومفوت شمع العسل فيه، يعني مبتكره انه يكون كله مواد طبيعيه. قد ايه اليوم هم العسل دائما هو بيقولوا من المواد اللي كثير مهمه اللي بتدخل بمستحضرات التجميل الطبيعيه يعني، واليوم انت مها يعني راجعه للطبيعه بس غاليه مها. هلا بنرجع شوي لنحكي شوي بالتكلفه وبالصعوبات. انا سكراب الورد الجوري هلا ريحته كثير يعني انه واضحه منه تماما. فانا كثير بعشق الورد الجوري، فهيك اذا بتلازم ندخلته بمعظم لانه كريحه وكفعاليه كثير حلو على البشره. هون طبعا عندنا ورق الورد الجوري حتى هو بقلب السكراب، فانت لما تعملي سكراب منه بيطلع الورق، هو كمان فيه زيوت وبيعمل على ريحه فواحه فظيعه. طيب شو اليه استخدامه للبشره؟ يعني اليوم على بشره نظيفه بنمد طبقه خفيفه ثقيله؟ لا تماما، اثناء الحمام بيكون كل الجسم مترطب وانه يكون بنسبه درجه حرارته يعني انه بدرجه المي مترطب، فبنمد السكراب ومنعمل حركه دائريه. اثناء هذا الشيء نحن بنتخلص من كل هي السطح الطبقه الخارجيه للجسم، بنتخلص من كل الاوساخ والخلايا الميته. مثل ما عم اقول لك يعني لازم كل صبيه تدخله بروتينها. طيب خلص رح نجرب يا مها، خلينا هيك سريعا نحكي عن اليوم مشروعك هذا، اي صبيه حابه تبلش فيه شو اهم النصائح اللي بتحبيه تقولي لها؟ شو اهم الصعوبات اللي المفروض ما توقف عندهم تقول انا رح اتجاوزهم لابلش هذا المشروع اللي هو كثير ناجح ومربح؟ صح طبعا بوجه لها لانه لازم، ما في عندنا وحده ما عندها اهتمام، ما في سيده ما عندها اهتمام موضوع ما، فلازم انه اي اهتمام عندك كرسي ليصير مشروع. ما في وحده ما عندها مقومات، واكيد هلا الحمد لله كل وحده فينا قادره تحط خطط وقادره تعمل مشروع. خلينا ننسى اليوم غلاء المواد الاوليه، يمكن انت كمان عم تعطي النتيجه من الطبيعه يعني افضل. صح. من المواد اللي عم نشتريها نحن ان كان عبر الاونلاين او من المحلات العاديه كلها مواد كيماويه. صح. فخلونا نرجع هيك للطبيعه، شويه مصاري زياده ولكن انتم عم تاخذوا نتيجه افضل. لك هي عم بعمل لك دعايه ما. شكرا مها لحضورك اليوم، بدي اتمنى لك التوفيق بهذا المشروع. هذا هو نحن بنقول مشاريع صغيره ومتوسطه، بنتمنى نشوفه مشروع ناجح كبير واسمك هيك يكون من الاسماء خلينا نقول على المستوى المحلي والدولي. شكرا لك مها، اهلا وسهلا بحضرتك. خلينا انا وياك نروح على تقرير على مدينه حمص. طيب تحت عنوان نبدع من الصخر حياه، نظم ملتقى اورنينا الثقافي بحمص معرض النحت السوري بمشاركه 10 فنانين من المحافظات السوريه، وضم المعرض اكثر من 100 عمل فني عن تاريخ سوريا ومعالمها الحضارية، وذلك في كاتدرائية الروح القدس بحي الحميدية. حنكون بتفاصيل أكثر ضمن التقرير التالي. تحت عنوان نبدع من الصخر حياة، نظم ملتقى أورنينا الثقافي بحمص معرض النحت السوري بمشاركة 10 فنانين من المحافظات السورية، وضم المعرض أكثر من 100 عمل فني عن تاريخ سوريا ومعالمها الحضارية، وذلك في كاتدرائية الروح القدس بحي الحميدية. تا
سوريا هي بلد الحضارة، هي اللي بعثت الفن والتاريخ والمسرح لأوروبا، كان له دور حضارة. عم نحاول نحن بأورنينا أنه نرجع نحيي هالتاريخ الجميل، تاريخ الإنسانية، تاريخ العريق. النحاتين السوريين، النحاتين المحليين اللي هن فعلا بيمثلوا اليوم الأمانة والإخلاص لهالبلد ولعراقتها ولثقافتها. نحن أمام منحوتات سورية بتقلنا هالمنحوتات سورية عظيمة، سورية تاريخ، سورية قوة، سورية سلام وحب. شاركت بالمعرض هون بعملين، عمل من مادة خشب وعمل مواد خليط تانية، مشان ازداد خبرتي، مشان ازداد نظرتي الفنية. هاي الخطوة الأولى إلي بعالم النحت. هذا المعرض كتير عطاني مجالات وكتير عطاني أفق بعيد حتى اكتسب حالي وكتير اكتشف حالي بعالم النحت. كل الأعمال هذه من لشان التراث، ثقافتنا وتراثنا وإبداعات الفنان السوري القديم. عم نجدد نحن الفنان السوري القديم، عم نجدد نحن التراث تبعه، عم ماشيين في مسيرة الفنان السوري القديم. المعرض يهدف إلى أبراز التراث والحضارة السورية وإظهار إبداع الفنانين السوريين في إحياء التاريخ الإنساني لسوريا عبر أعمال فنية تبعث الأمل والحياة. أسامة ديوب، الأخبارية السورية، حمص. الحب يبدأ من دمشق، فأهلنا عشقوا الجمال وذوبوا وذابوا. كله يبدأ من دمشق فيضه وبعثرها تتطيبوا الأطياب. والحب يبدأ من دمشق، فأهلنا عشقوا وبآخر محطاتنا الصباحية هيك حبينا ننهيها مع الدراما والأفلام الجميلة. واليوم رح نرجع نضوي على فيلم نجمة اللي انتهت العمليات الفنية وصرنا عم نشوف الإعلان الترويجي لهذا الفيلم. طبعا هذا الفيلم وقت منقول نجمة نحن عم نحكي عن حالة الفقدان اللي أضاء عليها الفيلم لحتى يضوي على حالة الفقدان اللي شعر فيها كثير من السوريين بسبب الكوارث، بسبب خلينا نقول الأوضاع اللي مرقت فيها سوريا. وهذا الفيلم تم التجهيز له وتم إنهاء العمليات الفنية تزامنا مع الذكرى الأولى للزلزال اللي مرق على سوريا بالسنة الماضية بستة أشواط. يمكن الزلزال أو مو يمكن، أكيد عمل حالة فقد كثير كبيرة عند الناس. واليوم نجمة نزلت لحتى هيك تحكي عن هذا الاحتضان للناس اللي عندهم مشاكل، للناس المنكوبين، للناس اللي هنن عن جد بحاجه لحدا اليوم يحتضنهم بسبب هذا الفقد بحياتهم. اليوم رح نحكي اكثر عن هذا الفيلم، رح نحكي عن الممثلين. طبعا خليني نوه انه الفيلم من سيناريو واخراج الاعلامي محمد سمير طحان وبطوله الطفلتان يانا العائدي وشهد الشطه والفنانين فراس الفقير، مي مرهج، عبير بيطار، ايات القطر والطفل نور الدين طحان، وهو من إنتاج المؤسسة العامة للسينما. أكيد بدي رحب فيك سمير وأهلا وسهلا بحضرتك الزميل والصديق. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير رشا إليك وللسادة والسيدات المشاهدين والمشاهدات. أهلا وسهلا. شكرا. رجع نجمة هيك رجعنا نضوي عليه بإنهاء العمليات الفنية، خلينا هيك نحكي عنه ونحكي اليوم عن محتوى هذا الفيلم يلي تزامن مع الزلزال وتم تعديل بعد شيء على النص لحتى يناسب. اليوم فيلم نجمة هو فيلم روائي قصير مدته 16 دقيقة، أصبح جاهز للعرض وللمشاركة في المهرجانات السينمائية بإذن الله. انتهينا من العمليات الفنية اللازمة. أطلقنا البرومو الترويجي له بستة شباط تزامنا مع ذكرى الزلزال الأليمة يلي حدث السنة الماضية.
طبعا قصة الفيلم أنا بالأساس كاتبة بال 2015 ونال النص جائزة مسابقة المؤسسة العامة للسينما بسيناريو الأطفال، لكن لم ينفذ الفيلم. مع الوقت أصبحت قصته يعني هي ليست أولوية، لأنه كان يطرح موضوع نزوح الأهالي من مدنهم وقراهم بفعل الإرهاب، مع عودة أغلب الجغرافيا السورية بفضل وهمة رجال الجيش العربي السوري أصبحت هذه القصة يعني ليست ذات أولوية، وبتناسب الوضع الحالي كان في قصص أولوية إلى أكثر. تأخر هذا الفيلم في الإنتاج، لكن مع حدث الزلزال العام الماضي أعادت صياغة هذا النص ليتواءم مع هذه الكارثة، لأني وجدت بأنه التيمة الأساسية والفكرة المقولة الفيلم يعني تستطيع أن تعبر عن هذا الألم الذي أصاب المجتمع السوري من خلال طريقة تحاكي أحلام ورؤى الأطفال. نرى هذه الكارثة بعيونهم، كيف تلقوها، كيف تعاملوا معها، ماذا أثرت عليهم، ماذا خربت من نفسياتهم، وكيف يمكن لنا أن نعالج هذا الأثر السلبي عليهم وعلى أرواحهم. أيضا بالشق الآخر كان عندي أيضا محور الفقد الحقيقي اللي هو فقد الأم لطفلتها، عالجناه أيضا بطريقة فيها نوع من الرومانسية لنقترب أكثر من هذه الأوجاع بطريقة درامية سينمائية، ونكون يعني نساعد على التفكير والتحريض لإيجاد حلول والمساهمة في التخفيف من ألم المتضررين من كارثة الزلزال. طيب اليوم خلينا نحكي، تأخرت شوي بالتصوير وكان في هيك شوية صعوبات، مو كتير شوي مشان ما كتير. خلينا نحكي اليوم أسباب تأخيرك بإنهاء هذا العمل، شو هي أهم الصعوبات اللي كانت عم تكون سبب هذا التأخير؟ رشا اليوم يعني ماديا سمير ماديا أكيد نحن يعني اليوم نعمل بأصعب الظروف. صحيح هناك حالة من المعاناة الاقتصادية بكافة المجالات، نعمل ضمن إمكانيات محدودة، نحاول أن نخرج بمنتج فني جيد ضمن المتاح. هناك ضغوطات، هناك عقبات، يعني أنا الفيلم يحكي عن مدينة جبلة لكن لم أستطع أن أصور في مدينة جبلة بسبب يعني لصعوبات إنتاجية، فأنا اضطريت أني استعيض بأماكن بديلة، خلق أماكن تحاكي الزلزال. أيضا كان عندنا ضغوطات بموضوع العمليات الفنية وإنهائها. كل ذلك يعني نسعى من خلال ما نعمل به سواء في الإعلام أو في السينما أو في المسرح يعني أن نداوي آلامنا وجراحنا من خلال الفن، من خلال الكلمة، من خلال الإعلام والإضاءة على النجاحات والقصص الناجحة للإنسان السوري، ومداوات هذه الجراح التي نسعى لأن نخرج منها من آثار الحرب وآثار الزلزال. هذا الشعب تحمل وعانى، يستحق اليوم يرجع يعيش. نستحق الحياة وسنصل إليها يعني بكل ما نستطيع من قوة إن شاء الله. عم شوف بعض الانثرتات، بعض الفيديوهات، بعض اللقطات لفيلم نجمة. اليوم وقت اللي عم نقول نجمة، نجمة بالسماء، وكل حدا فينا خبى أمنية بهيئة النجمة، كان عندنا أحلام كتير. يمكن خلينا نحكي عن، حكينا عن الرسالة ولكن حابين هيك نضوي عليها بشكل أكثر. اليوم عم نحكي عن حالة إنسانية كتير مهمة، حالة الفقد يعني. تمام. في زمن الحروب والكوارث هناك الكثير من القصص الإنسانية، التقاط بعض القصص ومعالجتها بطريقة فنية هو نوع من التداوي النفسي والروحي والعقلي. يعني عندما نقترب من هذا الهم الإنساني، هم طفلتين تركتا دميتهما تحت الأنقاض، يعني قد يرى أحد يعني من الخارج بأنه هذا ليس بموضوع يستحق أن نصنع من أجله فيلم، لكن هو في العمق هو يستحق، لأنه نعالج من خلاله الكثير من الأفكار. ولكن نحن مرأنا بالطفولة وكنا نفقد لعبة كنا نشعر فيها عن جد بحالة الفقد. تماماً. فكيف عم نحكي اليوم عن الفقد الأكبر؟ تماما يعني. فأنا لما بحكي عن هم طفلتين أنا لا أقصد هاتين الطفلتين فقط، أنا أقصد أطفال سوريا، كل من عانى، كل من تضرر، كل من فقد غال ونفيس، كل من فقد بيته، أمانه، أسرته، أحد الأشخاص العزيزين عليه.
فهو بحاجة لمن يبلسم هذه الجراح، لمن يقول له بأنني أشعر بألمك، أشعر بمعاناتك، أنا معك، أقترب منك، أحاول أن أداوي هذه الجراح، أن أطبطب عليك، أن أقول لك بأني معك، يعني على الأقل صحيح. أن أقول بأني معك. وهذا ما حاولت أن أقوله من خلال هذا الفيلم، أن السوريين هم القادرين على مداواة جراحهم بأنفسهم، وهذا ما أثبتته يعني الاستجابة لتداعيات الزلزال من خلال تداعي كل فئات الشعب لمساندة ومؤازرة متضرري الزلزال صحيح. في حلب وفي جبلة وفي حماة وفي اللاذقية، كل ذلك يعني أبرز ما لدينا من خصال أصيلة وحضارية ومحبة رغم كل المعاناة وكل الألم. اليوم كلنا نعاني وكلنا صحيح. يعني كلنا تعبانين، لكن هل يكفي أن أكتفي بتعبي وأن أقول بأني يعني حياتي بدها تستمر؟ يجب أن نعمل، يجب صح. أن نعمل، لا يمكن أن نخرج مما نحن فيه إلا بالعمل. العمل على الصعيد الشخصي والعمل على الصعيد الجماعي هو غايتنا وهو وسيلتنا للخروج مما نحن فيه، للوصول إلى ما نشتهي من حياة وإزالة كل هذه الآثار السلبية والمتعبة التي أرهقت أرواحنا طيلة هذه السنوات. خلينا نروح لهدول الأطفال السهل الممتنع بالعمل، يمكن هنون قد ما نكحذر بالشغل معهم قد ما في هنون أعطوك يمكن بكثير من المواقف بعض الأفكار بعض النظرات، يمكن غيروا لك فكرة، يمكن أثروا، أكيد أثروا بالعمل، أثروا وتأثروا. يعني العمل مع الأطفال له متعة خاصة وهو صعب جدا، يحتاج إلى آلية تفكير مختلفة، يحتاج إلى، ولا أقول هنا أن ننزل إلى مستواهم لأنهم هم ليسوا أدنى مستوى من الكبار، بل هم لهم عالمهم الخاص، له مفرداته وله تفاصيله وله منطقه الخاص. عندما يعني تصنعي عمل فني للأطفال فهو أمر بغاية الصعوبة، فما بالك إذا كان هذا العمل أيضا صناعه من الأطفال، فهون الصعوبة أصبحت مركبة. أنا أؤمن دائما بموضوع أنه لكل طفل قدرات يعني يجب اكتشافها، وهذا ما حاولت دائما تنفيذه بالمشاريع التي أعمل عليها. أجلس مع الأطفال الذين أختارهم لهذا العمل وأسمر أغوار أرواحهم وأفكارهم، وأخذ يعني طريقة رؤيتهم للقصة وللشخصية وكيف يمكن لنا أن نستفيد من هذه الرؤية لنذهب أكثر إلى المصداقية، إلى حالة من العفوية، إلى حالة من التعبير الصادق عن هذه الشخصية وهذه المقولة وهذه القصة. وغالبا يعني يبهروني باقتراحاتهم، يبهروني بما لديهم من شغف، بما لديهم من جلد، من قدرة على العطاء تكون ملهمة لكل صناع العمل من الكبار من الفنانين والفنيين ولي شخصيا. أحيانا نعدل تفاصيل لتتواءم مع هذه الرؤية، يعني رؤية الأطفال الجميلة والغاية في الروعة، لنصل إلى عمل عفوي وصادق. طيب اليوم وقت اللي بيكون الكاتب هو نفسه المخرج، اليوم هي إضافة جدا جميلة للعمل، وفي ناس بتقول لا أنا بحب أنه كل حدا يكون باختصاصه، ولكن يمكن دراميا وسينمائيا اليوم أنت قادر تشوف شخصياتك على الورق بشكل أكبر، ممكن تعيش هي الشخصية وقت اللي بتكون حضرتك الكاتب والمخرج في صياغة هذا العمل، قدموا هم هاي الفكرة بحياتك. رشا، أنا بمجال الفن أنا هاوي ولست محترف، أعمل في السينما والمسرح كمشروع ثقافي وفكري وفني بشغف الهاوي، أحاول أن أجرب أن أصل إلى أفضل النتائج من خلال ما أقدمه ضمن الإمكانيات المتاحة. أؤمن بفريق العمل الذي أختاره للعمل، نعمل بروح الفريق، أحاول أن أصل إلى حالة متكاملة، أن أستفيد من كل الآراء، أن أدمجها بما يتواءم مع الرسالة والمقولة. هذا يمكن يعني بيحررني من كثير من تفاصيل العمل، أنه أنا لست مجبراً على أن أخذ أشياء جاهزة أو أتماشى مع أفكار مسبقة لأرضي أي أحد. الغاية هي الوصول إلى منتج ثقافي فني يحترم ذائقة المشاهد ويعالج قضايا المجتمع، ولا أدعي بأني أوجد الحلول، ولكن مهمة الفن دائماً هي التحريض على التفكير. نحن نساعد على إيجاد الحلول ولا نوجد الحلول، وهذا يكفي
نعم. الفن اليوم هو حاجة روحية، حاجة نفسية، حاجة عقلية، حاجة ثقافية واجتماعية. صحيح. من خلالها نضيء على الكثير من القضايا التي قد نعايشها يوميا ولكن اعتدناها، عندما نطرحها برؤية مختلفة نعيد آلية التفكير نحوها، ويمكن أن نجد لها آفاق جديدة تخرجنا مما نحن فيه للوصول إلى حياة أفضل وأحلى إن شاء الله. اليوم شو اللي ميز نجمي عن أعمالك السابقة؟ اليوم أكيد عندك خطة مستقبلية وفي أعمال مرقت، ولكن بحس في شغف إلى أو في محبة لنجمي بشكل خاص. يعني كل ما أعمل به هو عبارة عن مشروع متكامل، ولكن هو عبارة عن محطات لكل مفصل خصوصيته، آليته، رؤيته، مقولته. لكن إذا بتشوفي كل شيء بشتغل فيه أنا سواء في المسرح أو في السينما أو حتى في الإعلام هو بخط سير واحد، الاهتمام بالإنسان السوري، الاهتمام بالمجتمع السوري، الاهتمام بالقيم النبيلة التي تربينا عليها، الحضارية، رجع نذكر فيها تماماً، ونشر المحبة والتعاون. هذه رسالتي في الحياة التي أعمل عليها بكل مفاصل عملي. طبعا كل عمل له خصوصيته، أنا أحاول أن أراكم خبراتي، أن أستفيد مما قدمته سابقا، تجربة عن تجربة، أنضج فكريا فنيا تقنيا، أحاول أن أقدم دائما منتج يعني يحترم ذائقة المشاهدين وأحترم عقلية المشاهد. لا أدعي بأني وصي على أفكاره ولا أعطيه أشياء جاهزة، هو شريك معي في التفكير، في التقاط هذه التفاصيل، أحترم ذكائه، ودائما أسعى لأن أقدم عمل يعني يحاكي عدة شرائح بعدة مستويات. يعني العمل ممكن يشوفوه الأطفال ويفهموه، ممكن يشوفوه الكبار ويفهموه، الكبار من عدة مستويات ثقافية ممكن يلتقطوا التقاطات، كل واحد بيشوفه بطريقته. هذا ما أسعى لتقديمه، أن أكون قريب من كل الناس على قدر استطاعتي لأقدم هذا المنتج الذي يعني يقدم المقولة بشكل عام، لنصل لما نشتهيه وما نأمل أن نقدمه للمجتمع السوري وللإنسان السوري. ذكرت جملة أستاذ سمير كتير مهمة وهي احترام عقل المشاهد. اليوم قديش وقت نشوف عمل ما بيشبهنا، ما بيشبه واقعنا، ما بيشبه الحياة اللي عايشينه، ونشوف نحن اليوم مبذول عليه إنتاجيا جدا، يعني ضخم إنتاجيا، ولكن هو ما لامسنا وما بيشبهنا أصلا. يعني قد اليوم المهم الكاتب يحترم عقل المشاهد، يجاريه بالواقع اللي عم بيعيشه. المشكلة حلو التطلعات ولكن ما تغرد كتير بعيد، يعني بعيدا عن القصة. يعني أنت حطيتي إيدك على الوجع اليوم بالدراما تحديدا التلفزيونية. اليوم من يتحكم بالدراما التلفزيونية هو قنوات محددة، شركات إنتاج محددة ذات أجندات جاهزة، يحاولون أن يقدموا المجتمع كما يرونه هم، يقدمون مجتمعات لا تشبهنا، يقدمون منتج فني استهلاكي، عم ياخذونا لأماكن نحن ما لازم نروح لها. في نوع من التسخيف، من التسطيح، نوع من التفاهة، عم يكون في حالة من الاستسهال، عم نقلد. نحن اليوم يعني كبرى شركات الإنتاج العربية تقدم أعمال مستنسخة عن أعمال تركية أو كورية أو هندية. لماذا؟ يعني الكاتب موجود والمخرج موجود، ولكن المال اليوم هو المتحكم بهذا الإنتاج. المشاريع الثقافية اليوم محدودة قليلة، المشاريع الفكرية تكاد تكون غير موجودة، لا تتلقى أي دعم، الدعم موجود فقط في المؤسسة الثقافية الرسمية وهو دعم غير كافي ولا يمكن البناء عليه. يجب أن دائما كنا نحكي عن صناعة الدراما السورية، لكي يكون لدينا صناعة دراما سورية حقيقية يجب أن نتحرر من المال الخارجي، يجب أن يكون لدينا شركات إنتاج وطنية بسخية تتبنى مشاريع فنية وثقافية تعنى بالإنسان والمجتمع السوري. هذا ما نأمله ونحاول أن نصل إليه، علنا في يوم من الأيام أن يكون لدينا هذا الدعم. ذكرت نقطة هيك سريعا رح نضوي عليها، انه نحن المال اليوم ذو حدين بموضوع الدراما. يعني نحن عم نشوف اعمال درامية ضخمة انتاجيا جدا، ولكن
ما فيها محتوى اليوم، يعني بتقعد بتتفرج بتقول معقولة هدول الأبطال مشاركين بهذا العمل ما في مستوى للعمل؟ وبالناحية الثانية عندك أفكار، عندنا مواهب، عندنا طاقات سورية بتجنن، ولكن ما في دعم لإلى اليوم. بهيك سريعا سمير، إذا اليوم أنتوا لشو بحاجة أكثر شيء بغير المادي؟ اليوم حكينا بالشركات الإنتاج، يعني هل نحن اليوم بحاجة لكتاب، بحاجة لكتاب حتوتي لأفكار، أو عنا هيك طاقات؟ الطاقات البشرية موجودة وبكثرة، لكن نحن بحاجة إلى جهة تدعم هذه الطاقات وتنتج أعمال فنية ذات سوية فكرية وثقافية وفنية عالية. القطاع العام لا يستطيع أن ينهض لوحده، خاصة بظل يعني ما نعيشه من أزمة اقتصادية وحصار اقتصادي وتردي اقتصادي ومعيشي، لا يمكن أن يقوم القطاع العام بهذه المهمة منفردا. نحن بحاجة إلى استثمارات حقيقية من قبل القطاع الخاص في هذا المجال، أن نتحرر من سطوة القنوات الخارجية، أن يكون لدينا قنوات دراما قادرة على إنتاج هذه الأعمال وتسويقها، أن تكون هناك منظومة متكاملة من الإنتاج إلى التسويق لدعم كل هذه الطاقات وتبني المشاريع الفكرية والثقافية والفنية الجادة والمهمة وذات الرسالة. يعني أنا لا أدعو إلى أعمال لا تحاكي الشعب ولا تحاكي الجمهور، بإمكاننا أن نصنع مادة ترفيهية ولكن ذات بعد ثقافي وفكري ومعرفي واجتماعي، وأسقاط على الواقع بالنهاية، تماما يعني أن تكون جاذبة أيضا للجمهور. يعني أنا ما بقول اليوم نعمل أفلام أو مسلسلات ما حدا بيشوفها، لا، نكون قريبين من الناس، نقدم لهم مادة فنية وثقافية بطريقة فنية تحترم ذائقتهم تحترم خصوصيتهم، ويكون هي حالة تشبهنا، صحيح. ليست يعني دخيلة علينا من خلال أفكارها أو طريقة حياتها أو ما يمكن أن نصل إليه. هذا هو مشروع وطني، هناك نية لدى صناع الدراما والقطاع العام في هذا المجال، لكن ينقصنا التمويل ويجب أن يكون هناك حوافز للشركات إن شاء الله الإنتاج اليوم هيك صوتك كي تدخل يوصل بقوة إلى هذا الاستثمار المهم والمجدي. إن شاء الله هيك اليوم من خلال هيك صباحنا اليوم صوتك يوصل. اليوم الهم معروف ومشترك، ولكن يمكن الظروف بشكل عام شوي لسه قاسية. إن شاء الله هيك بنقطع من هاي الفترة ومنشوف اليوم نهضة على المستوى الثقافي الفكري الدرامي السينمائي. كتير شكرا أستاذ سمير لحضورك اليوم، نتمنى ما بعد نجم يكون نشوف فيلم عن هيك الفرحة السورية بالشيء اللي جاي. أكيد إن شاء الله، نحن دائما يعني مع الإنسان السوري أينما كان، نسعى لأن نواكب آلامه وأحلامه أفراحه وتطلعاته، نأمل الخير لسوريا ولشعب سوريا ولكل العالم. رسالتنا الحضارية مستمرة من دمشق إلى كل العالم رغم كل الألم ورغم كل المعاناة وكل الصعوبات. شكرا لك رشا ولحلا ولكل كادر الإخبارية السورية والمشاهدين والمشاهدات. شكرا لك ولحضورك اليوم، نتمنى لك كل التوفيق ونشوف هيك اسمك بين المؤلفين والمخرجين اللي دائما نحن بنفتخر فيهم كسوريين. شكرا لك. شكرا جزيلا. أما نحن لهون خلص وقت صباحنا، إن شاء الله هيك يا رب كانت فقراتنا على ذوقكم وقدرنا نكون ضيوف خفاف على قلوبكم وبيوتكم. بقيت نهار حلو لكم، تقضوا مع الأشخاص اللي تحبون بحياتكم، ودائما نقول يا رب يكون هيك يومنا حلو والله يبعث لنا الرزق الكريم. يكونوا بخير، باي باي.